على أرضية ملعب نادي الوحدة بتريم جرت المباراة النهائية التي جمعت نادي الاتحاد بمدينة سيئون أمام نظيره سلام الغرفة. المباراة التي شهدت حماسا كبيرا جاءت في ختام بطولة الماهر لأندية وادي حضرموت، كما شارك فيها 16 ناديا موزعين على 4 مجموعات. هدفنا من البطولة هو استيعاب الشباب وإيمانا من مجموعة الماهر بأن الشباب هم حجر الزاوية في المجتمع، فاهتماما منا بهذه الشريحة المهمة قمنا بهذه البطولة. خلال شوط المباراة الأول تقدم نادي الاتحاد بسيئون براسية من مهاجمه عبد الله مبخوت، كما أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للاتحاد في منتصف الشوط الثاني وبنفس طريقة الهدف الأول، مما أثار حماس الجماهير الاتحادية التي تملأ المدرجات، لينهي حكم المباراة اللقاء بفوز مستحق للاتحاد بهدفين دون مقابل، معلنا إياه بطلا لكأس بطولة الماهر الثالثة بعد أن حصد البطولة بنسختها الأولى شباب القطن، والبطولة الثانية كانت من نصيب نادي وحدة تريم. ما شاء الله اللعيبة ما قصروا وقدموا اللي عليهم، وكانت مباراة رائعة من الطرفين واستحقينا الفوز الحمد لله على كل حال. والله الحقيقة أن المباراة كانت حلوة من الجانبين، وكان الأداء حلو والجمهور حلو، وفريقنا استغل الفرص ونحن عدينا لكل مباراة هذه أول بأول، والحمد لله تحقق الفوز لنا. وألف مبروك لنادي الاتحاد وألف لك نادي السلام. خلال السنوات الأخيرة شهدت الرياضة في حضرموت نشاطا ملحوظا كان أبرزها استضافة مدينة سيئون لبطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين، وقبلها خوض غمار بطولة كاس حضرموت وبطولة الماهر، بالإضافة إلى تنشيط الألعاب الأخرى ككرة الطائرة وتنس الطاولة وألعاب القوى. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة تريم حضرموت.